عسلامة ومرحبا بمشتركي سبورانات. اليوم درسنا باش يكون وصف أشياء وحيوانات، هذا بالنسبة لإنتاج كتابي لسنة السادسة. باش نبدأ بالملخص لهذا الدرس وهو الدرس العاشر. قد أدرج في نصي محطة وصفية أصف فيها شيئا أو حيوانا، معناتها نجم نكون نوصف حاجة شيء بطبيعة الحال، معناتها أي حاجة وإلا حيوان. ليس الوصف تجميع الصفات وإسنادها إلى الموصوف. شنو معناتها؟ معناتها الغاية من الوصف ماهيش إنك أنت تجيب الصفات مش معناتها هو قالك لهنا تجميع الصفات، معناتها ما تجيبش الصفات وأنت تحطها في حاجة واحدة تبدأ تكدس فيها تكديس، لا ماهوش هذايا الغاية من الوصف، بل هو تفكير مسبق في موضوع الوصف. هذايا من لو تفكير مسبق في موضوع الوصف، معناتها باش نشوفوا أول حاجة موضوع الوصف شنو باش نوصف بالضبط. بعد وفروعه، مثلا نقولوا احنا باش نوصف ضيعه هذيك شنو موجود فيها، والا باش نوصف مزرعه هذه معناتها الموضوع الاجمالي، ومن بعد الفروع نتاعو باش نوصف فيه كذا وكذا وكذا. واختيار الاوصاف واختيار للاوصاف المناسبه للمقام، هذه شنو معناتها؟ معناتها انا اليوم نوصف في مزرعه كما قلنا، وباش الجو اللي باش يكون فيها هو باهي، الناس تحب بعضها، باش نختار اكيد الحيوانات الاليفه، خاطر انا نوصف في مشهد هكا محليه وديع، مانيش باش نوصف مشهد شرس، باش نختار الحيوانات اللطيفه ونعطيها صفات لطيفه. الكلب مثلا باش نوصف الكلب باش نوصفه بصفه لطيفه. يعني عندنا احنا مثال تو نشوفوا المثال هذايا. مثال: اسكن قريه جبليه تكثر فيها الذئاب والثعالب. ما ننساوش قرية جبلية تكثر فيها الذئاب والثعالب. يربي جدي الأغنام والماعز ونستعين بكلاب قوية في حراستها وحمايتها، وكنت أساعد جدي من حين لآخر وكان لنا كلب. كيفاش باش يكون وصف الكلب لهنا؟ احنا باش قلنا كلاب قوية، وقلنا قرية جبلية، قلنا ذئاب وثعالب، وهي كلاب حراسة، وهي كلاب باش تحمينا. زعما كيفاش باش تكون اوصاف الكلاب هذه؟ زعما باش نقولوا راهي كلاب وديعة ولطيفة وحاجة كيماك؟ لا ماهيش باش تكون هكاكا. هذا شنو معناتها نقصدو بالاختيار الاوصاف، اختيار الاوصاف المناسبة للمقام، معناتها باش نختار الاوصاف حسب المكان اللي انا اخترته وحسب البلاصة اللي هما فيها، بما انها بلاصة جبلية بطبيعة الحال مش باش تكون فيها حيوانات وديعة، وكلاب الحراسة عمرها ما كانت كلاب لطيفة، أكيد باش تكون كلاب قوية وشرسة. هذاك علاش باش نقول أنا كنت أساعد جدي من حين لآخر وكان لنا كلب أسود شرس قوي الفكين. هذا تناسب المقام، هذه الأوصاف هي تناسب المقام، معناتها تناسب البلاصة اللي احنا كنا نحكيو فيها ونصفو فيه. لكن كيف نقول أبيض وديع طويل الذيل؟ هي لا تناسب المقام. احنا نقولوا هكا كي نقول خرجت في نزهة ومعي كلبي الابيض، معي كلب ابيض وديع، وقتها تولي الاوصاف هذية معناتها مطابقة للمقام. لكن المقام متاعنا احنا اليوم هو قرية جبلية فيها الذئاب والثعالب، بطبيعة الحال يلزمنا كلب شرس قوي الفكين والاسود. علاش اخترنا اللون الاسود؟ على خاطر اللون الاسود يدل على القوة والغموض، حاجة كيف من هكاك. لهنا عندنا المناقضات الكلمات، عندنا الابيض في المقابل عن الاسود، عندنا طويل الذيل قوي الفكين، عندنا شرس ولهنا وديع. توا باش نبداو في التمارين باش نحاولوا انه احنا نطبقوا الملخص اللي احنا شفناه توا على مجموعه من التمارين. باش نبداو بقراءه النص التالي: دربي وعر كثير الحجاره وانا استعين على المشي فيه بعصا معقوفة المقبض، وكنت أستحث الخطى لأدرك بيتي قبل أن يدركني الليل، إلا أن جعلا شاء أن يقطع علي طريقي
ما معنى جعلا؟ جعلا هو نوع من انواع الخنافس، وحنا توا نشوفوه من بعد تفهموه وتخيلوا كي نكمل انا نوصف الجعل هذا. فالمسكين لم يكن من الحجم اكبر من حبه الفول، اكرهني على التوقف، معناتها خلاني نتوقف بالسيف لأرى ماذا سيكون شأنه مع كرة صغيرة كأن كان يجرها حينا برجليه وحينا يدفعها برأسه ويديه، ويبدو كما لو كان يعاني من عمله مشقة بالغة، في حين أن الكرة أكبر من حبة الحمص بقليل. النص هذا ميخائيل نعيمة هوامش. فهمتوا توا شنو الجعل؟ هو كل الخنفوس الصغير اللي يبدا يكركر فيك الكره قدامه، هذاك هو. الناس اكيد راكم اصدقائي تعرفوه الكل. لهنا قام اكيد بالوصف، وكان الوصف مطابق حسب المقام اللي هو كان فيه. خلينا نكملوا بقيه الاسئله. شي يقول سؤال: واصلوا البيانات المتعلقه بالموصوفات الوارده في النص السابق داخل المخطط التالي. به عنا الموصوفات، معناتها الحاجات اللي احنا وصفناها، عنا الدرب، العصا، الجعل، الكرة، هذو ما احنا وصفناهم في وسط النص، قام بوصفهم، لكن كل حاجة اعطاها وصف معين، واحنا تو باش نقوموا باستخراج الصفات لهذه الموصوفات. باش نختاروا الصفات لهذه الموصوفات، عندكم فترة باش تفكروا فيها، ومن بعد باش تبعوا الإصلاح معايا. أصدقائي أكيد راكم خممتوا في الحل. أنا لهنا عندي ورقة أخرى بخلاف باش نجنب الكتابة على الكتاب، باش نشوف الدرب باش وصفوا في النص ماذا قال. خلينا نبدأ: دربي وعر كثير الحجارة. اش معناتها؟ هذا هو الوصف للدرب، معناتها هنا باش نسطر هذا وصفه انه هو درب وعر كثير الحجارة، معناتها صعيب في المشي وفيه برشا احجار. هنا باش نجي نقول انا وعر كثير الحجارة، هنا باش نكتب وعر، ما ننساوش ديما الشكل في الانتاج، كثير الحجارة كما قاعدة انا نكتب كثير الحجارة. توا باش ننتقلوا للعصا. بماذا وصف الكاتب العصا؟ ماذا قال؟ نكملوا: استعينوا بالمشي بعصا معقوفة المقبض. هو لهنا وصفها بمعقوفة المقبض او المقبض، احسن، معقوفة المقبض. لذلك انا باش نكتب لهنا الوصف نتاع العصا هي معقوفة المقبضي. هكا كملنا وصف العصا. الموصوف الثالث هو الجعل. بماذا وصف الكاتب الجعل؟ ولا ما هو الوصف اللي قدمنا في النص باش وصفوا الجعل؟ خلينا يدرك بيتي إلا أن جعلا شاء أن يقطع علي طريقي، فالمسكين لم يكن من الحجم أكبر من حبة الفول. لم يكن أكبر من حبة الفول، هذا وصف لم يكن. احنا هو لهنا لم يكن لم يكن من الحجم أكبر من حبة الفول. هنا لهنا باش نكتب بيت حال، مش باش نقلها تنقيل، لأنه نحنا مانيش باش نعملوا عملية نسخ، وإنما باش نستنتجوا ولا باش نستقبوا الصفات على حسب ما هي موجودة في النص. لهنا فلم يكن من الحجم أكبر من حبة الفول، احنا باش نقولوا الجعل لم يكن أكبر من حبة الفول. لم يكن أكبر من حبة الفول، ولا ننسى الشكل في الانتاج كتاب. ماذا تبقى لنا؟ عنا لهنا وصف الكرة. بماذا وصف الكرة في النص؟ ماذا قال؟
خلينا نكمل جملة. أكرهني على التوقف لأرى ما سيقول. مع كرة صغيرة كان يجرها حينا برجليه. إذا ماذا كان وصف الكرة؟ كيف كان؟ مازال هو قال كرة صغيرة، أي يدفعه برأسه. هنا قاعد يوصف كيفاش قاعد هو يدز فيها، في حين أن الكرة أكبر من حبة الحمص بقليل. هي لهنا قال كرة صغيرة، وقال زادة أن الكرة أكبر من حبة الحمص بقليل. نجم إن نقول زادة أن هي معتها صغيرة، ونجم زادة نكتب أن هي أكبر من حبة الحمص. نكتب لهنا أكبر من حبة الحمص، ونكتب قبلها مثلا هي صغيرة أكبر من حبة الحمص. هكا نكون أنا معناتها كملت الصفات الأربع للموصوفات الأربعة. لننتقل إلى التمرين اللي بعده، اللي هو شنو يقول؟ أكمل الفراغات التالية بأوصاف مناسبة. صعد عبد الله مع رفاقه فوق سطح المنزل ليشاهدوا موكب الجحفة يخترق الشوارع والساحات. جحفة، باش نعمل نوصف الجحفة، يحملها جمل، باش نوصف الجمل، تتقدمه زنجيتان، باش نوصفهم، وتتفننان في ضروب الغناء والزغردة. جموع، باش نوصف الجموع، من الرجال والنساء والأطفال تقف على جنبات الطريق، باش نوصف لهنا، بينما مهارة الفرسان يقومون بألعاب فروسية. نقوم ببقية الوصف، أكيد نتكلم باش نخليكم تخموا، باش من بعد تلقاو الحل معايا أنا، وتنجم تكون زادة مش بشرط هي تكون عندي الموصوفات أنا، هي نفسها عندكم انتوما، وإنما تكون مشابهة أو مرادفة لها. أكيد أطفالي الصغار انتوما توا راكم خممتوا في حل هذا هذه الفقرة، وراكم كملتوا وصف النقاط مكان النقاط هذيك. وخلينا نشوفوا الإصلاح متاعي أنا، هل هو مناسب كما انتوما معناتها أصلحتوا ولا لا. تنجم تكون الأوصاف متاعكم أحسن بكثير من الأوصاف متاعي، واللي زادة ما نجمش يلقى أوصاف مناسبة يدون الأوصاف متاعي ويحاول أنه يحفظها باش يستغلها مرة أخرى في معناتها في فقرات أخرى ممكن تجي في الامتحان، أو في معناتها في سائر الأيام الدراسية. باش نبدأ توا نقرأ الفقرة، لكن الفقرة هذه أنا كملتها بالنواقص ولا كملتها بالصفات. باش نعود نقرأ. صعد عبد الله مع رفاقه فوق سطح المنزل ليشاهدوا موكب الجحفة يخترق الشوارع والساحات. جحفة مزركشة، أنا وصفتها مزركشة، نجموا أنتما تكونوا وصفتها بجحفة زاهية الألوان مبهجة الطلة، حاجات كيف من هذوما. يحملها جمل ضخم، أو تقول أنت ثابت الخطأ، جمل ما عندها عظيم، حاجة كيف من هكا اللي هي ترادف كلمة ضخم وإلا زادة تناسب الموصوف هذية. تتقدمه زنجيتان ساحرتان تسيران بخفة، نجم توما تكونوا توصفوهم بحاجة أخرى. وتتفننان في ضروب الغناء والزغردة. جموع غفيرة، ما عندها معناتها كبيرة، معناتها موجودة بصفة كبيرة برشا بكثرة، ولا جموع كثيرة، ولا حاجة من هكا، نجم توصفها بحاجات أخرى. من الرجال والنساء والأطفال تقف على جنبات الطريق المفروشة رملا، أنا وصفتها جنبات الطريق المفروشة رملا، نجم انتوما زادة توصفوها بأشياء أخرى بصفات أخرى. بينما مهارة الفرسان يقومون بألعاب فروسية بهلوانية عجيبة على ظهور خيولهم، نجم انتما زادة توصفوها بطريقة أخرى، لكم الحرية في ذلك، لكن زادة ما نخرجوش عن السياق المطلوب منا.
هكا نكونوا اليوم كملنا معناتها الجزء الاول من الدرس وصف الاشياء والحيوانات، باش نتقابلوا في الجزء الموالي. الى اللقاء.